عليكم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بناء على طلب بزاف ديال الناس كانوا كيطلبوني يجيب لنا منازل مستقله تكون الاثمنه ديالها منخفضه. هذا المنزل المستقل جا في العوامه في حي غراس، الريفيرونس ديالو هو اللي كتشوفوه على الشاشه، والثمن ديالو راه جد جد مناسب. فما كتشوفوا هذا المنزل المستقل فيه كراج، ها هو كبير، فيه 50 متر، فيه كراج الايطاج الاولاني والايطاج الثاني وعاد السطح. فما كتشوفوا الوسعيه ديال الكراج ديالنا هي هذه، مول الدار هنايا حاط فيه داكشي ديال المشروع ديالو. وكيف ما قلت لكم هذا المنزل المستقل راه جا في العوامه حي غراس، فيه 50 متر. باب ديال الكراج هو هذا كما كتشوفوا، الكراج عنده الدخله من باب ديال الزنقه وعاد عنده الدخله من وسط الدار. وهاد الدار مستقله راه جات دو فاصاد كما كتشوفوا. الكراج راه كبير تبارك الله، يجيكم الطوموبيل هنايا اولا يجيكم شي مشروع هنايا، يعني اللي بغاتو كيف ما بغيتو تستغلوا هاد الكراج راه ممكن. وكيف ما قلت لكم هاد الدار فيها 50 متر، جات في العوامة حي غراس. كما كتشوفوا الباب ديال الكراج اللي كاين وسط الدار هو هذا، وهذا هو الباب الخاص بهاد الدار المستقلة اللي جات في العوامة حي غراس. طلعة ديال الدروج الخاصة بهاد الدار هي هذه. دابا غنطلعوا باش نشوفوا الايطاج الاولاني اللي كيف ما قلت لكم هاد الدار المستقله فيها 50 متر، فيها كراج وعاد السكنه الاولى في الايطاج الاولاني والثاني وعاد السطح، والثمن ديالها راه جد مناسب. كما كتشوفوا الايطاج الاولاني كنلقاو الدخله فين كاينه الصاله وبيت النعاس، وعاد كنلقاو الكوزينه الخاصه بهذا الايطاج، يعني في الصاله ديال هذا الدار غزاله عاود كتبقى الكوزينه اباغ على الصاله والبيت النعاس. مع الدخله ديال الدار كنلقاو الزليج اللي عامل في الارض هو هذا، وعاد كنلقاو الصاله والبيت النعاس الخاص بهذا الايطاج الاولاني. كما كتشوفوا مود الدار راه صالحه مزيان، مقبصها وعامل ليها الفينيسيون غزاله في القبص. هنا كنلقاو بيت النعاس الاولاني للوسعية ديالو هي هادي ما كتشوفو، راه زبيت نعاس بالكاما ديال العين صغير بالكوكيتا بالحلاقة، والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. كما كتشوفو مول الدار اختار انه بدا ما يعمل جوج بيوت صغار، اختار انه يدير بيت كبير واسع مع الصالة وعاد كوزينة على برا. كما كتشوفوا البيت راه باقي جديد، الدار كامله مصلوحه وباقا جديده. وهنا كنلقاو التواليت مورا الباب والدوشه، نوريها لكم حتى هي كيفاش عامله. الوسعيه ديال الحمام والتواليت ديالنا هي هذه، كنلقاو بان الحمام مزلج حتى للسقف، والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. هنا كنلقاو لافابو بالمرايا ديالو، وعاد لومبلاسمون ديال التواليت و لومبلاسمون لي حدا لافابو ديال الدوشه. والباب الخاص بالحمام هو هذا الومنيوم وزاج. كما كتشوفوا حتى الحمام راه باقي نقي، وهذا هو الزليج اللي عاملين في الحمام. ودابا نمشي باش نوريكم الصاله الخاصه بهذا الايطاج. كما كتشوفوا راه عامل فينيسيون غزاله في السقف تبارك الله بالقبص بالضواو، والصاله حتى هي اختار انها يديرها واسعه دايره بالسدادر، يعني اذا كانت شي مناسبه ولا شي فرح يعني هاد الصالة راها مناسبة، دارها طويلة كيف ما كتشوفو جات دايرة بالسدادر. وهاد الدار راها جات دو فاصاد،
الفصاد الاوليه هي هذه والفصاد الثانيه هي هذه، يعني غتبقى لكم نهار كامل مشمسه كما كتشوفوا. الصاله راه ضاويه تبارك الله حيت فيها جوج ديال الطاقات ديال الالومنيوم بزاف بالشوبيك ديالهم. وكيف ما قلت لكم هذا المنزل مستقل راه جا في العوامه حي غراس، فيه 50 متر، فيه جوج ديال الواجهات كما كتشوفوا. الصاله راه فيها ثلاثه ديال الطاقات، طاقه في الواجهه الاولى وجوج طاقات في الواجهه الثانيه، وفيها كراج وجوج ديال لي زيطاج. كما كتشوفوا مولاها راه صالحه، خاسر عليها في الاصلاح، والثمن ديالها راه جد مناسب. دابا نمشيو باش نشوفو الكوزينه الخاصه بهذا الايطاج. هنا كنلقاو طلعه ديال الدروج اللي كطلع الايطاج الثاني. وعاد هنا كنلقاو الكوزينه الخاصه بهذا الايطاج الاولاني اللي الوسعيه ديالها هي هذه، السقف ديالها هو هذا كيفاش عامل كما كتشوفوا. كوزينه راه ضاويه ومشمسه تبارك الله. عاد فيها ليسباس ديال سالامونجي، وعاد كاين اتساع ما بين الأرنيه والثلاجه، حتى هي فيها طاقه كبيره ديال الالومنيوم بزاف بالشبيك ديال الحديد. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال الفران، يعني كيف ما كتشوفوا مولها الدار راه بدا صلحها، ودابا قرر انه يبيعها، يعني اللي غادي ياخذها طبعا باقي يقدر يزيد الزليج في الحيط، يقدر يعمل الصباغه، يعني لكم حريه الاختيار. ملي كتشري لواحد الملك ديالو يعني راه كيقدر يبدل فيها كيف ما بغى. ودابا نطلعوا باش نشوفوا الايطاج الثاني. كيف ما قلت لكم هذه الدار راه جات في عوامه حي غراس، فيها 50 متر، فيها كراج وجوج ديال لي زيطاج وجوج ديال لي فاصاد. كما كتشوفوا الدروج الخاصين بهذا المنزل المستقل هما هادو. وهنا كنلقاو الايطاج الاولاني اللي فايت دخلت ورجو لكم. كيف ما كتشوفوا واخا الدروج والايطاج الثاني باقي سومي فيني، مي نتوما اللي كنتو كطلبوني باش نجيب لكم منازل مستقله بهذا الثمن، فهذا بناء على طلبكم انا قلبت ولقيت لكم هذا المنزل المستقل اللي كيف ما قلت لكم جا في العوامه حي غراس، فيه 50 متر، فيه كراج، ايطاج الاولاني والثاني ودو فاصاد. هنا كنلقاو التواليت الخاصه بالايطاج الثاني كما كتشوفوا، حتى هي باقا خاصها تلبس، حتى هي باقا خاصها الزليج. وعاد هنايا كنلقاو كاين بيت خاص بالايطاج الثاني، وهنا كنلقاو سطيحه الوسعيه ديال البيت هي هذه كما كتشوفوا. الدار راه جات كامله مشمسه ومضويه حيت فيها جوج ديال الواجهات، والثمن ديال هذا المنزل المستقل راه جد مناسب. كاملين بكم كنتو كتقولوا لي بغينا شي منازل مستقله بهذا الثمن هذا. كما كتشوفوا مول الدار هنايا راه عامل الالومنيوم مزاج للطاقه، مي هذا البيت باقي خصو غير يتلبس والزليج اولا تعملوا ليه صباغه وتعملوا ليه قبس، يعني لكم حيت الاختيار كيفاش تفيني. وكاين اللي غادي يبغي يطيح كاع هذا البيت ويخرج جوج بيوت منه، يعني كل واحد والاختيار ديالو. وكيف ما قلت لكم هذا الدار راه جات في العوامه في حي غراس، فيها 50 متر، فيها الكراج لتحت والايطاج الاولاني والثاني، وجات جوج ديال الواجهات.
دابا نوريكم السطيحة الخاصة بهذا المنزل المستقل. الوسعية ديال السطح ديالنا هي هذه كيفما كتشوفوا، راه باقي عندكم الرخصة فين تزيدوا اذا بغيتوا تكملوا هذا، ما تخليهوش السطح، تكملوا البني هنايا وعاد ديروا السطح فوق من هنايا. كيفما كتشوفوا راه طالع الحديد، يعني وعندكم الرخصة فين تزيدوا الايطاج الثاني وعاد السطح. وكيفما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذا هو المنزل اللي جا في العوامة حي غراس، فيه 50 متر، فيه كراج، فيه الايطاج الاولاني والثاني، وجا جوج ديال لي فاصات. مولاه كيطلب فيه 55 مليون. اذا عجبكم وبغيتو تجيو تشوفوه مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، واللي مكتب ليه في رزق هو اللي غيديه. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتو نجيو نشوفو الديور ديالكم تحطوهم للبيع او للكرا، مرحبا ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تدعمونا بجيم وتابوناو معنا وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين، نهاركم مبروك.